السلام عليكم، انا اليوم حاخذكم على محل في مدينة كراتشي. انا الحين في مدينة كراتشي الباكستانية، طبعا حوريكم دحين المحل كده يبيع ايس كريم لذيذ بصراحة. دكتو انا اسمه بشاوري ايس كريم، طبعا جاية من بشاوري، جاية من اسم بشاور او مدينة بشاور. ما هي بشاور، تقع في شمال باكستان قريبة مرة من الحدود الافغانية. بشاوري ايس كريم، وفي هناك عندهم رز بشاوري وعندهم كل شيء، اي شيء بشاوري. فعندهم هنا بشاوري ايس كريم، احنا بناخذ بشاوري ايس كريم. السلام عليكم. هذا هنا شغال هنا دحين، هذه هنا انواع الايس كريم اللي عندهم هنا. جاهز الايس كريم يجيبوه. شكرا. هذا هو ايس كريم بشاوري، عجبني بس حبيت اوريكم التجربة. المحل هذا طبعا مدينة كراتشي، مدينة طبعا مزدحمة جدا جدا جدا، بس اللي يبغى يشوف يعني التجربة يشوف شيء جديد في الحياة. هذا ايس كريم بشاوري، طبعا عندهم انواع كثير. هذا اللوجو حقه، طبعا هذه شكلها بيستاشيو. اسمه بيستاشيو؟ انواع الايس كريمات. شوف هذا من محل عام 1948، 75 سنة يقول لك. الايس كريمات كلها لذيذة بصراحة، عام 1945. لا يفوتكم اذا جيتوا كراتشي. اسمه هذا ايش؟ بيشاوري. عنده محل هنا وعنده محل هنا. بيشاوري.